أهلا بكم أعزائي الطلاب مرة أخرى واستكمالا للبث المباشر للدروس الخاصة بمنهج السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي. لا تنسوا أعزائي أن بنجاحكم نبني العراق. إذا نعود إلى السؤال الذي سأله أحد طلبتنا الأعزاء قبل الفاصل، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الفرصة لإيجاد الحل. إذن جد الجذران التربيعيان لماذا للاثنين سي ناقص دي آي؟ وذكرت قبل قليل أن هذا السؤال فيه ثلاثة أفكار. الفكرة الأولى سبعة ناقص أربعة آي على اثنين زائد آي يجب إجراء التبسيط له. إذن في 2 ناقص آي على 2 ناقص آي ويساوي المقام حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي. أكرر، ما هو التخيلي؟ معامل الآي. إذن سوف نجري عملية التوزيع. 14 ناقص 7 آي ناقص 8 آي زائد 4 آي تربيع. 4 آي تربيع سالب 4 مع 14، إذن سيكون 10 ناقص 15 آي على 5 ويساوي 2 ناقص 3 آي. من هو الذي يساوي 2 زائد ناقص 3 آي؟ هو C زائد DI. إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي، أي أن C تساوي 2 والD تساوي سالب 3. أتممنا جزئين من السؤال. الجزء الثالث جد الجذران التربيعيان للاثنين C ناقص DI. إن كانت C تساوي 2، 2 في 2 4، سالب في سالب موجب 3 آي. إذن المطلوب إيجاد الجذران التربيعيان للأربعة زائد 3 آي. سنفرض أن هذا يساوي X زائد Y آي تربيع. بإجراء مربع الحدانية 4 زائد 3 آي يساوي X تربيع ناقص Y تربيع زائد 2 اكس واي اي. من اين اتت هذه السالب واي تربيع؟ مربع حدانية اكس تربيع زائد 2 اكس واي اي زائد واي تربيع اي تربيع واي تربيع اي تربيع هي سالب واي تربيع. اذا تساوى عددين مركبين فان الحقيقي يساوي الحقيقي، اكس تربيع ناقص واي تربيع يساوي 4. هذه المعادلة رقم 1 واثنين اكس واي تساوي 3، اي انه واي تساوي 3 على 2 اكس. هذه معادلة رقم 2 ستعوض في 1. اذن اكس تربيع ناقص 3 على 2 اكس تربيع سينتج 9 على 4 اكس تربيع يساوي 4. للتخلص من المقام يفضل ضرب المعادلة في هذا المقام 4 اكس تربيع. سيقول لي احدكم، هل يمكن اجراء توحيد مقامات على الطرف الايسر ومن ثم نقول طرفين يساوي وسطين؟ نعم يجوز ذلك، ولكن هذه الخطوة ستكون اسرع. اذا 4 اكس اس 4 ناقص 9 تساوي 16 اكس تربيع. من الاخطاء التي نلاحظها في الفحص ان الطالب يضرب في الطرف الايسر وينسى ضرب العدد بالطرف الايمن. كن على حذر عزيزي، لحل اي معادلة من الدرجة فوق الاولى يجب ان تصفر وترتب ثم تحلل. إذن 4 اكس اس 4 ناقص 16 اكس تربيع ناقص 9 يساوي 0. سنكمل حل السؤال بعد هذا الاتصال. نعم مصطفى من بغداد تفضل. عليكم السلام. إذا بس الملاحظات، إذا في 1 سي 2 نعم
يساوي 1 في اي ناقص اي مرفوع للاسخ 15. سي 1 عيد السؤال مصطفى. سي 1 نعم نعم. سي 1 في سي 2 سي 1 في سي 2 يساوي يساوي 1 نعم في اي ناقص اي نعم مرفوع للاسخ 15. الكل مرفوع للقوه 15 نعم. على 128 على 128 إذا كان سي 1 نعم يساوي 1 ناقص 3 اي 1 ناقص 3 اي جيت سي 2 جيت سي 2. هل يوجد رمز للمرافق يمك بالسؤال مصطفى؟ السؤال ماكو بس مرافق اوكي بخدمتكم بخدمتكم. ابقى معي عزيزي سأجيب بعد قليل إن شاء الله. شكرا لاتصالك. إذن سنحاول حل هذه المعادلة بالتجربة. إذن ستكون 2 اكس تربيع و 2 اكس تربيع يساوي 0. لاحظ عزيز الطالب تحليل التجربة راح يكون بالصورة التالية. للتحقق من صحة الحل حاصر ضرب الوسطين زائد حاصر ضرب الطرفين ينتج عنه الطرف الحد الأوسط. في كل أسئلة الجبران التربيعيان عند ظهور مجموع مربعين ستكتب أسفلها تهمل. إذن 2 أكس تربيع تساوي 9 أي أن أكس تربيع تساوي 9 على 2 أي أن أكس تساوي موجب سالب 3 على جذر 2. سيتم تعويض قيمتي أكس الناتجة بالمعادلة رقم 2 لإيجاد قيمة Y ثم كتابة مجموعة الحل. لكسب الوقت أعزائي نستقبل الاتصال الثاني. بنين من الديوانية تفضل ابنيتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تكامل دالة القيمة المطلقة. سؤال ببالش بتي؟ كل أعرف حد التفرع. أكو سؤال ببالش لو أنا أختار للسؤال؟ حد التفرع شلون أقصه؟ أنا أختار سؤال إن شاء الله بخدمتكم بخدمتكم. ابقي معي عزيزتي بنين. شكرا لاتصالك. إذا اكس تساوي موجب سالب 3 على جذر 2 سيتم التعويض لإيجاد قيمة الواي ثم إيجاد مجموعة الحل. قبل أن أمسح السؤال أعزائي لاحظ أن مجموع مربعين تم إهمالها. لو قيل لك في السؤال جد مجموعة حل المعادلة التالية في سي، لو قيل لك ذلك سوف تحلل بالتجربة ولا تهمل شيئا أبدا. إذن أما أكس تربيع تساوي 9 على 2 إذن أكس تساوي موجب سالب 3 على جذر 2 أو 2 أكس تربيع زائد 1 يساوي 0 يعني أكس تربيع تساوي سالب نص إذن معناها الأكس تساوي موجب سالب 1 على جذر 2 أي هذا لو قيل حل المعادلة في سي. سنذهب أعزائي الطلبة معكم للإجابة على أسئلتكم وابقوا معنا أعزائي ويمكنكم الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ونكون بخدمتكم دائما. مريم من كركوك تفضل بنيتي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ بس أني سؤال يعني مال وزارة الدولة الثانية. نعم. 2017. نعم. يزول أي قطع الزائد. يزول جيت معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل. نعم. واحدة بروتين هي نقطة التقاطع المستقيم. 2 إكس ناقص واي يساوي 8. مع محور السينات. نعم. وطول محوره التخيلي 4 وحدات. وطول محوره التخيلي. أربع وحدات. أربع وحدات. يوجد سؤال مشابه سوف يتم حله بعد قليل إن شاء الله. أكو بعد سؤال مريم؟ شكرا شكرا لاتصالك. إذن أعزائي سوف نحاول الإجابة على بعض أسئلة القطوع وأبقوا معي أعزائي مع السؤال الأول
إذا كانت كي واي تربيع زائد 3 اكس تربيع تساوي زد. معادلة قطع ناقص بؤرتاه تنتميان إلى محور السينات ويمر بنقطة تقاطع المستقيم هذا مع محور الصادات، علما أن مساحة منطقته 2 جذر 3 باي وحدة مساحة جد قيمتي كي وزد. إذن من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بعدة مراحل، سأبدأ بالمرحلة البسيطة. المرحلة الأولى 2x زائد y تساوي جذر 3. يقول السؤال قطع ناقص يمر بنقطة تقاطع المستقيم مع محور الصادات، تعلم أن أي نقطة تقع على محور الصادات يكون الأكس فيها يساوي صفر. إذن عندما أقول X تساوي صفر سينتج Y تساوي جذر 3، أي أن النقطة صفر جذر 3 تنتمي إلى القطع الناقص. أعزائي، أي نقطة أحد مسقطيها صفر تنتمي إلى القطع الناقص تمثل الرأس إذا كانت على نفس محور البؤرة، وتمثل القطب إذا كانت على غير محور البؤرة. أما إذا كانت النقطة التي أحد مسقطيها صفر تنتمي إلى القطع الزائد، فبالتأكيد أنها تمثل الرأس بشرط أن يكون القطع الزائد والقطع الناقص مركزه نقطة الأصل ومحوراهما المحورين الإحداثيين. إذن النقطة صفر جذر 3 تنتمي إلى القطع الناقص، ويشير السؤال إلى أن البؤرة تقع على محور السينات، لابد أن البي تساوي جذر 3. إذن تم استخراج قيمة بي. سأذهب إلى المعلومة التالية، مساحة منطقته 2 جذر 3 باي. تعلم أن مساحة القطع الناقص قانونها أي بي باي تساوي 2 جذر 3 باي. الباي مع الباي تختصر، ولأن البي تساوي جذر 3 إذن سيكون جذر 3 أي تساوي 2 جذر 3، أي أن قيمة أي تساوي 2. أصبح لدينا الأي معلوم والبي معلوم والبؤرة تقع على محور السينات. سأعود إلى المعلومة الأولى، كي واي تربيع زائد 3 اكس تربيع تساوي زد. لا يمكن المقارنة مع الصورة القياسية إلا بعد التحقق من أن الطرف الأيمن ومعامل اكس تربيع ومعامل واي تربيع يساوي 1. سوف أقسم كل المعادلة على زد. إذا تم التقسيم على زد إذن سيكون الجواب y تربيع على z على k زائد x تربيع على z على 3 يساوي 1. عملية الجمع أعزائي عملية إبدالية. إذا كانت البؤرة بؤرتي القطع الناقص على محور السينات فإن الأي تربيع تقع تحت الأكس تربيع، وإذا كانت على محور الصادات فإن الأي تربيع تقع تحت الواي تربيع. لا يهم من الأول ومن الثاني، سنجيب على الاتصال وسأكمل الحال إن شاء الله. نعم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. مصطفى من ميسان تفضل. أستاذ السؤال حول الأوميجا بالتمارين العامة. نعم. قوس 3 أوميجا أس 9 N. نعم. زائد كسر 5 على أوميجا أس 5. نعم. زائد 4 على أوميجا أس 4. نعم. وسد القوس أس 6. أس 6. جد بأبسط صورة. بخدمتكم مصطفى، شكرا لاتصالك. إذن بما أن البؤرة على محور السينات فإن الأي تربيع سيقع تحت الأكس تربيع. إذن سأقول أن أي تربيع تساوي زد على 3 وبي تربيع تساوي زد على كي. الأي تم استخراجها تساوي 2، أي تربيع تساوي 4. إذن سيكون 4 تساوي
زت على 3 إذن زت يساوي 12. الزت تساوي 12 والبي تربيع تساوي 3 إذن يؤدي إلى 3 تساوي 12 على كي إذن كي تساوي 4. سنحاول الإجابة على بعض أسئلتكم أعزائي. يسأل الطالب مصطفى من ميسان عن الأوميجا والجذور التكعيبية للواحد الصحيح، يقول ما هي قيمة 3 أوميجا أس 9 أن زائد كسر زائد كسر الكل أس 6؟ ما هو الكسر؟ 5 على أوميجا أس 5 والكسر الثاني 4 على أوميجا أس 4. تعلم عزيزي أن أوميجا تكعيب تساوي 1، وإذا كانت غير التكعيب فنستبدل هذه القوة بباقي القسمة على 3 إذا كانت القوة موجبة طبعا. إذن أوميجا أس 9 أن، ولا بد أن الأن عدد طبيعي يجب ذكره في السؤال، 9 في أي عدد طبيعي بالتأكيد يقبل القسمة على 3. إذن هذا ناتجه 3 زائد أوميجا أس 5 أوميجا أس 4 في المقام، كيف يتم التعامل معها؟ هذه أوميجا أس 5 هذه أوميجا أس 4. تعلم أن أوميجا تكعيب أوميجا أس 6 أوميجا أس 9 12 15 تساوي 1، سيتم ضرب البسطين بالعدد 1 ونعوض عن الواحد أوميجا مرفوعة إلى قوة تقبل القسمة على 3 أكبر من قوة المقام، يعني ستكون 5 أوميجا أس 6 و 4 أوميجا أس 6 ويساوي عند القسمة تطرح الأسس. إذن 5 أوميجا زائد 4 أوميجا تربيع الكل أس 6. عزيزي تعلم أن أوميجا تربيع زائد أوميجا زائد 1 تساوي 0، وإذا كان كلها بنفس المعاملات سيكون الجواب 0. ما هو أصغر عدد في هذه الأعداد؟ أصغر عدد هو 3. سوف أثبت 3. 5 أوميجا سأجعلها 3 أوميجا زائد 2 أوميجا. 4 أوميجا تربيع سوف أجعلها 3 أوميجا تربيع زائد أوميجا تربيع 6. والسبب 3 أوميجا تربيع زائد 3 أوميجا زائد 3 تساوي 0. إذن سيبقى لدينا 2 أوميجا زائد أوميجا تربيع 6. هل هذه الطريقة الوحيدة؟ كلا، ليست الطريقة وحيدة، توجد عشرات الطرق الأخرى وهذه إحدى الطرق. إذا كان القوس تربيع سنقول مربع حدانية، وإذا كان القوس غير التربيع وكان عددا زوجيا قلناها قبل قليل سأجعلها تربيع أس. إذن سيكون الجواب 2 أوميجا زائد أوميجا تربيع تربيع الكل تكعيب. سنجري عملية مربع حدانية، سنحلل هذا مربع حدانية، 4 أوميجا تربيع مربع الأول زائد 2 في الأول في الثاني 4 أوميجا تكعيب زائد مربع الحد الثاني أوميجا أس 4 والكل تكعيب. إذن أوميجا تكعيب قيمتها 1، أوميجا أس 4 قيمتها أوميجا، باقي القسمة على 3. إذن سيكون 4 أوميجا تربيع زائد 4 زائد أوميجا الكل تكعيب. أي من هذه الحدود له نفس المعاملات سوف أستخرج هذا المعامل عامل مشترك. إذن سيكون 4 في أوميجا تربيع زائد 1 زائد أوميجا الكل تكعيب. لاحظ عزيزي العامل المشترك سحب من الحد الأول والثاني فقط، الأوميجا بقى على حاله.
لأن أوميجا تربيع زائد أوميجا زائد واحد يساوي صفر، فإن الأوميجا تربيع زائد واحد قيمتها سالب أوميجا في أربعة، إذن سالب أربعة أوميجا زائد أوميجا الكل تكعيب ويساوي سالب ثلاثة أوميجا الكل تكعيب، إذن الجواب سيكون سالب 27 أوميجا تكعيب سالب 27. ونستقبل الاتصال الجديد. اتفضل، منتظر من بابل، اتفضل وليدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سالت يحقق مبرهنة رول. نعم. ثم جت قيمتي. شنو مبرهنة رول؟ أفل الأكس. أفوف أكس تساوي نعم. كوساين 2 أكس. كوساين 2 أكس نعم. زائد 2 كوساين أكس. زائد 2. 2 كوساين أكس. كوساين 2 اكس زائد 2 كوساين اكس. كل فترة مرتضى السؤال الثاني. الفترة ايش قد؟ الفترة 0 الى 2 باي. 0 2 باي. بخدمتكم، سنجيب بعد قليل ان شاء الله. بعد مرتضى عندك سؤال ثاني؟ شكرا، شكرا لاتصالك. اذا مصطفى من ميسان، هذا جواب سؤالك، أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة عليه. إذن سنحاول الإجابة على سؤال آخر، وابقى معي عزيزي الطالب وعين النقاط على القطع الزائد الذي معادلته X تربيع على 3 ناقص Y تربيع على 1 يساوي 1، والتي تبعد عن البؤرة في الفرع الأيمن بمقدار 1 على جذر 3. تشاهد عزيزي أن القطع الزائد سيني، فلو رسمت القطع الزائد بالصورة التالية، هذا هو القطع الزائد، هذه البؤرتين، البؤرة الأولى والبؤرة الثانية، يطلب في السؤال إيجاد نقطة لتكون النقطة N XY والتي تبعد عن البؤرة في الفرع الأيمن بمقدار 1 على جذر 3. يجب استخراج البؤرة في الفرع الأيمن. إذن لاحظ في السؤال X تربيع على 3 ناقص Y تربيع على 1 يساوي 1. أي تربيع نعم، إذن A تربيع تساوي 3، B تربيع يساوي 1، C تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع ويساوي 4، إذن C تساوي 2. ما هي البؤرة في الفرع الأيمن؟ إذن البؤرة اليمنى 2 0. ما هي النقطة التي يريدها؟ هي XY. ما هي المسافة بين النقطة والبؤرة اليمنى؟ تساوي 1 على جذر 3. هنا سنطبق القاعدة. إذن قانون المسافة بين هاتين النقطتين تحت الجذر فرق الأكس تربيع زائد فرق الواي تربيع. أكس ناقص 2 تربيع زائد Y ناقص 0 تربيع يساوي 1 على جذر 3. كيف أتخلص من الجذر؟ بتربيع الطرفين. X تربيع ناقص 4X زائد 4 أجريت مربع حدانية بشكل مباشر زائد Y تربيع تساوي 1 على 3. يفضل ضرب كل المعادلة بالثلاثة للتخلص من المقام. سيكون 3x تربيع ناقص 12x زائد 12 زائد 3y تربيع يساوي 1. سأصفر المعادلة. 3x تربيع ناقص 12x زائد 11 زائد 3y تربيع يساوي 0، معادلة رقم 1. أعزائي، كنت أتمنى لو أن هذه 3 واي تربيع غير موجودة في الحل،
لحاولت التحليل بالتجربة وإيجاد قيمة اكس، ولكن وجود الواي تربيع والاكس تربيع في السؤال تستدعي وجود معادلة ثانية وهو السؤال الأصلي. إذن سنضرب كل المعادلة بثلاثة، سيكون لدينا X تربيع ناقص 3 Y تربيع يساوي 3، أي أن 3 Y تربيع تساوي X تربيع ناقص 3. معادلة رقم 2، سوف نعوض 2 في 1، إذن 3 X تربيع ناقص 12X زائد 11 زائد X تربيع ناقص 3 يساوي 0. جمع الحدود المتشابهة، 4X تربيع ناقص 12X زائد 8 يساوي 0. نقسم على 4، X تربيع ناقص 3X زائد 2 يساوي 0. وعند التحليل بالتجربة سينتج X ناقص 2 و X ناقص 1 يساوي 0. إذن أما X تساوي 2 أو X تساوي 1، عند تعويض 2 بهذه المعادلة سيكون يؤدي إلى Y تربيع تساوي، لاحظ عزيز الطالب، 3 Y تربيع تساوي 1. إذن Y تربيع تساوي 1 على 3، إذن الواي موجب سالب 1 على جذر 3، وعند تعويض قيمة X سينتج، إذا عوضنا هنا 1 ستنتج أن الواي تربيع سالبة تهمل، إذن مجموعة الحل ستكون 2 1 على جذر 3 و 2 سالب 1 على جذر 3 تنتمي إلى القطع الزائد. أعزائي الطلبة، زملائي في الاستوديو يدعوني لتناول قطعة من الحلوى، سأخبرهم أن نجاحكم أحلى. انتظرونا نصف ساعة وسنعود إليكم إن شاء الله. أترككم بأمان الله وحفظه.